بعد أسبوع قضاه في ألمانيا للعلاج وهذا خفية وسرا، رجع البارح عبد المجيد تبون من ألمانيا، واليوم الصباح سكان الخط الرابط ما بين بن عكنون والمناضية ناضوا صابوا ديسبوزيتيف سيكوريتي يرجع. ايوا فهموا باللي تبون رجع، حد بعث لي ايميل قال له تبون دخل، قال له عاودوا رجعوا ديسبوزيتيف. هكذا يعني لانه بكري الرؤساء اللي كانوا قبل منه ما كانوش يديروا هذا الديسبوزيتيف، هذا ما كانوش يديروا هذا الديسبوزيتيف تاع لانه ما يخافوش من الشعب. هي ساعة كدات تاع الإرهاب دات شوية، دير اللي كانوا يديروا ديسبوزيتيف يغلقوا الطريق كامل. الهامل كي كان حاكم البوليسية كان يغلق الطريق، وكي يدخل المقر تاع مديرية الأمن الوطني اللي غارد كور ديالو يسبقوا ويبداو دور الحيط دور الحيط دور الحيط، اي بوليسي في طريقهم يزمو دور الحيط باش ما يشوفش العامل. ردوا شغل الى وضرب في الحبس. شتو كيفاش توفيق كان يبلوكي الطريق 14 غارد كور في 6 سيارات دايرين به. هو هادو كان يغلقوا الطريق. بوتفليقه ما كانش يغلق دابور، بون كان ساكن قريب للرئاسه وما كانش بون، ما نتكلمش على شادي. في شادي في وقته ما كانتش تغلق الطريق يعني باش يمشي للريال مقر الرئاسه. بوملي كان ساكن داخل الرئاسه، كان عنده دو بياس، ما كان ساكن في قصر ولا كذا، كان عنده اون شومبر اكوشي وصالون والخير والبركه عليه. دونك ما يديرونجي لا سيركيلاسيون، ما يدير ديسبوزيتيف سيكوريتي. وكي يخرج يخرج مع الشوفير ديالو الله يرحمه سي الطيب، يخرجوا عادي، يمشي لحق يدخل القصبه باب الواد. اخترا في رمضان جايز في جامع اليهود، الناس اللي يعرفوا جامع اليهود ده مارشي، جا في القصبه بعد مصاب بالناس دايرين لاشين على بولونجي. استغرب خرج من قال مش كاين، قال له يا ودي البولونجي هذا راهو ما كاش الخبز. قال كاش ما كاش الخبز؟ قال عطاش الفارين نص يديرها خبز ونص يديرو كاطو، الكاطو يدخل دراهم اكثر من الخبز. وهذا هو كان يعاود فيها وحكى فيها خطاب كان القاه في 76. قال قلت لهم كسروا له الحانوت ما تعرفش راس هذا اللي جاي يحرمكم من هكذا يعني. كان الناس اللي يلعبوا هذه المضاربه هاي. دونك شادلي هو اللي بدا نحكي لي انه علاش سكنوه بعيد العسكر، حطوه في فيلا تاع المخابرات باش فخوها له ولا باش يسيطروا عليه مليح، هذا اكيد. ودونك يدير بن عكنون المراديه يوميا في لالون البوليسيه البومبيه الامن كامل، هذو ما منتشرين سمعت ممنوع تحب السياق. اليوم الصبح رجع ديسبوزيسيون بعث لي واحد قال لي ادخل تبون، قلت له كيف؟ قال لي رجع ديسبوزيتيف سيكوريتي عاود حطو. هذاك من بعد ولا زاد العشيه راح دار داخل مد الجوائز، كنت نتكلم على حفل جوائز. ولكن قبل ما نعدي الحفل الجوائز نعاود نأكد أنه ذهبت بوم إلى ألمانيا خلسة سرا، يعتبر سرقة لأموال الشعب الجزائري. يعني مش يداوي بدرهم الشعب الجزائري، لو مشى في عطلة يعني يقولوا راح في عطلة، إيش تقولش راح في عطلة؟ وعيش ما تقولش راح في عطلة ولا راح في عطلة، هو ما راح في عطلة على كل حال. وانا لانه غير وصل من تركيا عاود مشى لألمانيا، يعني كان تعبان. نعم بلي راهو
ماشي عيب تقول يا وراحنا نهار اللي بومدينا راح في عطلة عندها في يوغوسلافيا بدعوة من جوزيف بروستيتو، أنني أقلها راهي عندي عطلة. أول مرة في حياتي بدأ عطلة، كانت الأولى والأخرى. وفضل عطلة هذيك بإلحاح من جوزيف بروستيتو، قال عندي بزاف عليك أنت قاعد تخدم، عمرك ما ديت فاكونس، عمرك ما ديت عطلة، دي عطلة. هذا أما أنت باش تروح تداوي وتسرق أموال الشعب، لا هذا ما يجوزش. اللي ما يجوش عنده واحد ولد فاميلا، مش واحد ولد حرام كيما تبون. ايه ولد حرام؟ قولها ونعاود، راجل قطع صلة الرحم، يبكي في اليتامى، يتم في اطفال والديهم حيين، يدخلهم والديهم للحبس، يظلم يظلم. الظلم اللي راه في الجزائر عمرها الجزائر ما عرفاته، والظلم يعني القبول الحرام، لأنه يعني يظلم. ربي سبحانه وحرم الظلم على نفسه، باش يجي واحد ولد حرام، واحد هامش كما تبون، يظلم شعب بأكمله. هذا الذي يعني يقول ولد حرام هو وشنقليحة وجميع من راهو معاه. نبداو الموضوع البكالوريا والجوائز عن بكره من بعد الفصل.